السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحياتي لكم أخواني، وأهلا وسهلا بكم، يا ميت مرحبا. اليوم إحنا عندنا تمرين الصوت لكثير من الناس وطلبة المحبون. ما هو عملية تمرين الصوت؟ الصوت طبعا يعتمد على كثير من الأمور، اللي هي من ضمنها بالأساس الأول هو النفس. معاكم زياد هادي، أستاذ آلة العود والنظريات والغناء العربي من العراق، من بغداد. شرب بكم أخواني من العراق الحبيب ومن الدول العربية الحبيبة، رحب بكم أجمل ترحيب. دوراتنا أونلاين، اشتراك من محاضرات شهريا، وموجود رقم الهاتف الواتساب أسفل الفيديو. أشرب بكم. أدنى تمرين جدا مهم، قبل بساعة للصوت لازم تأخذ نفس، يعني حتى يكون مثل الوقود عندك. هذا التمرين راح يصير أمامكم، هو تمرين مقام البيات. ومقام البيات أنت لازم تعرف النغم مالته. من خلال هذا التمرين راح نقرأ بعمليتين. العملية الأولى هي أمامكم بالنوت الموسيقية، يعني راح يكون عندنا لا سي لا صول لا سي دو ري دو سي لا اس صول لا صول فا صول لا سي دو سي لا صول فا مي ري ري صول صول فا صول ري صول فا صول لا صول دو فا فا مي فا دو فا مي فا صول مي ري مي مي فا صول فا مي فا صول فا مي ري اس فا مي ري دو ري مي صول فا مي ري فا مي ري. شوف طريقة النفس. الطريقة الثانية راح تشتغل بيها، راح شو تسوي عم تقوي نفسك بالصوت؟ لا 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 لا. هاي الثاني. آخر خطوة اللي تعمل بيها هي شنو؟ السلم. ري مي فا صول لا سي دو ري. افتح صوتك. ري دو سي لا صول فا مي ري لا 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 با. يخلص بينما سويت لا 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 لا. إذن قضية النفس هي جدا مهمة. أتمنى أن استفاديت، وتحياتي لكم. لا تنسون الاشتراك واللايك، واللي يحب انه يدخل دورات في الصوت والغناء حاضرين على رقم الواتساب اللي موجود اسفل الفيديو. تحياتي لكم ومع السلامة. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.